السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد لا سوب اللي كنت وعدتكم بلي سوب وكان ما كان ديرهمش بزاف، ولكن اليوم ان شاء الله الله يتقبل صايمه، قلت هاد النهار غادي ندير سوبا ونفيلميها لكم، اللي هي عبارة على سوبا ديال الخضرة اللي غادي ندير معاها شوية الكفتة، واللي ما بغاش يدير معاها الكفتة يدير معاها دجاج، ولا يدير معاها كروفيت، ولا يدير معاها حوت، على حسب اللي كيبغي هو. بالنسبة لهاد الخضرة عندي هنايا الخضرة اللي طرية ومقرداها، قطعت هاد خيزو مربعات وقطعت البوارو او البورو، يعني ماشي البوارو، الخضر الطويل. وعندي واحد الحزمه ديال القزبور، الحزمه ديال المعدنوس، وحزيمه صغيره ديال الكرافس. ودرت الا كان عندكم رشيشه ديال شي فلور خضره اخرى ديروها، ما كانش عندكم بلاش. كان عندي واحد طريف صغير كنت خضرت به اللحم مع شي فلور اللي كنت قدمت لكم، زدت حتى هو معاه. هاني قلت لكم كي البوارو وخيزو الكرافس المعدنوس والبورو ولا البوارو. بالنسبه عندي الكفته هذا القياس، هي شي رابعه هكا ولا 100 غرام على حسب المستطاع. عندي واحد المعلقه كبيره ديال الشعريه. عندي بالنسبه للعطريه، خصني العطريه تكون هي اللي مهمه تكون مضبوطه، انا بغيتكم تكونوا دايرين العبار في يديكم، كي القياس ديال لي بزار يكون القياس بالضبط ديال السكينجبير، باش داك النسمه اللي كتكوني كتحسي بيها في الصوبه وانت كتشربي ما خصهاش تكون شي حاجه زايده على الاخرى، يعني يكون العبار نيشان، اما ما تجيكمش حاره وما تجيكمش بهذه الطيبه ديال السكينجبير. بالنسبه معلقه صغيره اقولوا ما عمرش بزاف سكينجبير، ومعلقه صغيره ما عمرش ديال الابزار، لان الصوبه ما كتبغيش العطريه بزاف. بالنسبه للملون الاصطناعي، اسمحوا لي اليوم غادي ندير الملون الاصطناعي لان ما يمكنليش ندير الخرقوم، واللي بغى يدير الخرقوم يديرو، انا كنقول لكم اللي كاين. والحقيقه اللي عنده زعفران شعره يديرو حتى هو مزيان، انا ما عنديش زعفران شعره، نقدر نعوضه في عوض الزعفران الملون. وهاني كنقول لكم بانني سمحوا لي هاد النهار درت لكم الزعفران الملون، يعطيني بحوايج، يعطيني واحد اللون بغيتو تبغيوها بيضاء غادي تكون بيضاء. بالنسبه عندي تا كنور، الكنور اللي هو ديال الخضره، وعندي الملح. عندي معلقه كبيره ما عمرش ديال الزبده، والسر في هاد الصوبه انك ضروري ديري معها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت ولا جوج معالق. هذاك الزيت ما كيخليهاش بحال اللي ما كتعطيش لوغو، لان الزبده كتعطي واحد المذاق، ولكن فاش كتنسجم مع الزيت كتعطي واحد النغمه مزيانه. دابا انا هنايا راني درت الماء طاب، يعني غلا، هادي نرمي كل شيء في دقه، هادي ندير يغلي، هادي ندير الابزار، سكينجبير، كذلك هذا غير شيشه، يعني ماشي بزاف، هو كاع باقي نصو لاصقينه. غادي ندير الملحه، كذلك الزبده، وغادي ندير هاد البويون او الضامه ديال البنه، نتوما اللي بغيتو، في الناس اللي عندهم داكشي كيتباع حلال يديروا غنمي ولا يديروا بقري ولا يديروا ديال الدجاج، هما على حسب اللي بغاو. بالنسبه لهادشي غادي نخليه كيطيب، يعني فاش نتوما كتحركوها وهي كطيب حتى تحسوا بها انها طابت، ملي كطيب عاد كنرميو ليها هذيك الشعريه، كدور معاها واحد 3 ديال الدقائق، من بعد عاوتاني كنكملوها كنرميو الكفته هي التاليه. بالنسبه للكفته العطريه راني معطراها، درت لها الابزار والملحه صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما درت لها لا سكينجبير لا حتى حاجه، دخلت فيها الملحه والابزار باش كتبقى عاطيه داك البنه ديال داك الكفته اللي فيها، باش ما تجيناش عطريه مجهده وحنا محتاجين. بالنسبه لهاد الصوبه هذه راني غادي نقدم لكم ان شاء الله مره اخرى وحده اخرى في نفس الطريقه ولكن مختلفه عليها، غادي تكون بالبيشاميل، وغادي تتكون كي كيقولوا الشوربه البيضاء، ان شاء الله غادي نقدمها لكم. وبالنسبه ل انا زعما غادي تهدي يحيروني هاد الناس ديال اليوتيوب اللي اللي عندي في القناه، شي وحده كتقول لي كتقولي الحاجه وتتعاوديها، كنعاودها ومازال نعاودها ومازال ندخلها لكم في دماغكم، لانني انا كنقول لكم كنعطي كل شيء من قلبي وكنعطي اي حاجه
ونعاودها ونكررها ونقولها، وش نشكر بزاف البنات اللي عاونوني فيها. ودابا الا بغات تسمع تسمع، انا ما كيهمنيش. بالنسبه الكاميرا اللي قالوا لي عليها، الكاميرا خصك ديري لنا جنب. مازال ان شاء الله انا عندي الكوزينه، ماشي نقول لكم كبيره ولا صغيره، متوسطه، ولكن الديور ديال اوروبا كلهم قياس واحد في الكوزينات. المشكل اللي عندي انا عندي هذا الحيط هذا، يعني هذا الحيط هذا بحال لاموزيك، ولكن لاموزيك بلاستيك. هذاك لاموزيك بلاستيك ما عندناش كيلصق لي الكاميرا، هذا هو المشكل اللي عندي كبير. ولكن كنبحث، راني تندور مزيان باش غادي نشري الكاميرا اللي كتكون واقفه، اللي غادي يمكن لي نرحلها معايا لكل بلاصه وندير نتحكم فيها كيف بغيت انا. ولكن دابا انا واخا هكاك، يا كتستافدوا يا كنوصل لكم اللي عندي، وكل شيء كتعرفوه، وكل شيء اللي مولفني راه مولفني، سواء درت له كاميرا عاليه ولا جنب ولا اللي كان، راه تيعرفني. دابا غادي نخليها، غادي نغطي عليها، ضروري غادي نغطيو، غادي نغطي عليها هكذا ونخليها كطيب. بالنسبه صافي، وغادي نخليها هكذا. هاد لا سوب هادي انا مرافقاها مع كومير اللي كنت نزلت لكم مع الصوبة ديال المحمصه، الكومير اللي على شكل بيتزا هو على الطول. هذاك حتى هو معمره اليوم ان شاء الله بالبصله والطون والفرماج، اللي بلاتي اللي في التقديم غادي نوريه لكم، راني كنت قدمته لكم وقدمت لكم الطريقه ديالو كيفاش كنصوبو. اللي بغاتو غادي تدخل على الفيديو ديالو غادي تعرفوا. صافي دابا ان شاء الله دابا غنخليها غادي عاوتاني، غادي نعاودها، غادي نخليها عاوتاني كطيب وغادي نرجع لكم بعد، غادي نرميو عليها الكفته. صافي هنايا الخضره راها طابت لنا، دابا غادي نضيف عليها هاد الكفته، نخليها تسخن داك الكفته، ما نحركوهاش ديك الساعات باش ما تفرتس ليناش. من بعد غادي نزيد نضيف الكوزه، وغادي نرمي الشعريه، وغادي نحرك هادشي كامل. ها نتوما شفتوا الكفته كتبان بوحدها، ما كتبانش حمراء ولا هذا. تبقاو مره كتحركوها ما تلصق لكمش الشعريه، واحد المده ديال 5 دقائق ونتفاو عليها باش نخليو الشعريه بوحدها كتنفخ في ديك لا سوب. وصافي هذا هو الفينال ديالها. من بعد غادي نقدم لكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الصوبه اللي صوبت هذا النهار، كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وبالصحه اللي صايم هذا النهار وبصحه اللي ما صايمش، وكنتمنى تجربوها. وما تنساوش لي كومونتير، والسلام عليكم. وهانتوما كيف كتشوفوا كتجي زوينه كتشهي، وانا هذا وقت الفطور، وما كرهتش تكونوا معايا. مرحبا بكم والسلام عليكم.